يعني ما ساقوش الخبار وملي عرفوها. انا راه ما عرفت فين، راه كنت بعيد وجيت كنجري. حنا دوينا مع راشد. لا اسمح لي، اسمح لي استاذ، اسمح لي، الله يجازيك بخير. تفضل. الناس ما كانوا مع كاين اللي ما عرفش، كاين اللي ما عرفش فين غادي يجي، كاين اللي في العطله، كاين اللي في الاستجمام، كاين اللي كذا الى اخره. الفنانه فاطمه الركراكي على راسنا وعينينا، والفنانين لا لا كنقول لا لا الفنانه كنقول لا لا الفنانه كيحترموها وتيقدروها وكبيره وكبيره عندها، الله يرحمها والله يوسع عليها، وغتبقى خالده في تاريخ الفن المغربي الله يرحمها ويوسع. السبب ديال غياب الفنانين هو انه بكل بساطه ما كانتش المعلومه رائجه فين فوقاش غادي تدفن، لانه اولا المكان فين ساكنه، الساعه ديال الدفن فوقاش غادي تكون، زياده على الوضعيه ديال كورونا، زياده على انه واحد العدد ديال الناس كل في فين 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 كاين. انا شخصيا ما كنتش في الرباط، انا راه جيت حتى 11 حتى هذا التحق، تقدينا الغرض ويصل الله الموضوع الله يرحمها والله يوسع عليها، وعباد الله راه كيدعيو. شتي انت فاش جرت؟ شتي مع بوحسين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.